وينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت أكرم سريواي الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي. أهلا بك أستاذ أكرم. إذا بعد عدد من السنوات، يعني قرابة 10 سنوات من هذه الحادثة، كيف تقيمون، يعني لو عدنا 10 سنوات إلى الوراء، كيف تقيمون ما جرى في مرفأ بيروت؟ صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. 10 سنوات نحن نتحدث عن وصول النيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، لكن الانفجار حدث منذ 4 سنوات. نعم، يعني هذا ما قصدته، بمعنى أنه هو ليس أمرا حدث بشكل مفاجئ، ولكن كان له أبعاد لسنوات سابقة. نعم نعم، وصلت النيترات الأمونيوم وبقيت 6 سنوات تقريبا على المرفأ، وثم حصل هذا الانفجار. لكن أنا أعتقد النقطة الأهم الذي يجب التركيز عليها اليوم في هذه الذكرى أن هذه الحادثة، هذا الانفجار، مس بالأمن الوطني والقومي اللبناني، وعن هذا الانفجار نتج عدد كبير من الضحايا وسبب آلام كبيرة لأهالي هؤلاء. وبالتالي من حق الشعب اللبناني ومن حق أهالي الضحايا معرفة الحقيقة أولا، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانفجار ثانيا، أكانوا فاعلين أو كانوا مشتركين أو كانوا مسببين أو كانوا مقصرين. لكن مع الأسف يعني التحقيق توقف في هذا الحادث الأليم، وما زال متوقفا لأكثر من سبب. طبعا يعني هناك سببان رئيسيان. السبب الأول هو محاولات استغلال الموضوع بشكل سياسي، يعني تم تسييس القضية وأصبحت مسألة استهداف من فئة لفئة أخرى، وحتى البعض حاول أن يجعلها مسألة طائفية داخل لبنان، وهذا عطل التحقيق وأثار مشاكل وبلبلة عديدة. المشكلة الثانية كانت هي مشكلة قضائية في الجسم القضائي اللبناني. الجسم القضائي اللبناني يسمح بإقامة يعني محاكم خاصة. هناك عدد من المحاكم الخاصة التي أنشأها القانون اللبناني، منها المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. نعم. الذي أنشئ بعد اتفاق الطائف. هناك أيضا المجلس العدلي الذي يتولى الآن هذه القضية. هناك المحكمة العسكرية، هناك محكمة المطبوعات. إذن هذه المحاكم التي هي جزء من الجسم القضائي لكنها يعني منفصلة بشكل ما، خلقت بعض الإشكاليات والتضارب في الصلاحيات، وبدل أن تسهل عملية التحقيق على العكس يعني ساهمت في خلق مشاكل عديدة وتضارب في الصلاحيات، وبالتالي تعطل التحقيق. نعم. إذن الآن نحن يعني أمام مسألة شائكة جدا، التحقيق معطل، وأهالي الضحايا طبعا يطالبون ومصرون على، والشعب اللبناني كله مصر على معرفة الحقيقة. لكن نعم، هناك أيضا مشكلة أخرى، أن التحقيق الذي حدث خلال طيلة هذه الفترة لعدة أسباب. أولا لأسباب ضعف التقنيات الموجودة لدى القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. ثانيا لعدم تعاون بعض الدول، يعني خاصة الدول الغربية لم تقدم ما يكفي من المساعدة للقضاء اللبناني، وكل ذلك جعل يعني التحقيق عاجزا عن التوصل إلى كشف حقيقة ما جرى. حتى اليوم اللبنانيون لا يعلمون كيف تم هذا الانفجار. هل حدث هذا الانفجار بسبب الإهمال؟ نعم، يعني هذا ما كنت أود أن أسألك عنه أستاذ أكرم منذ البداية، أنه من منطلق تخصصك، يعني نحن بالفعل من المهم أن نتحدث عن نتائج التحقيقات، ولكن أيضا من المهم أن نتناول ما الذي جرى على الأرض فعليا، وكيف من الممكن أن يتم تجنب تكرار هذه الحادثة. هل التدابير الأمنية التي اتخذت بعد ذلك كافية؟ هل سابقا كان هناك تدابير أمنية كافية؟ كيف يتم تقييم هذا الأمر قبل الحادثة وما بعده؟ وهل هناك فرق فعلا؟ لأنه من المهم أيضا تجنب تكرار يعني حدث خطير كهذا.
نعم، رغم أن هذا الحادث طبعا هو ليس الأول في العالم، يعني هناك سبق هذا الانفجار عدة انفجارات حتى منها في الولايات المتحدة الأمريكية، انفجار باخرة نترات أمونيوم فرنسية، حدث انفجار في فرنسا أيضا نترات أمونيوم، حدث انفجار في ألمانيا. هناك عدة يعني انفجارات حصلت في العالم، وبالرغم من ذلك مع الأسف كل دول العالم يعني تتخذ بعض الإجراءات، لكن أنا أعتقد حتى الآن الإجراءات في كل دول العالم وفي كل مرافق العالم في نقل المتفجرات ونقل الذخائر والأسلحة ما زالت يعني غير كاملة. صحيح هناك إجراءات مهمة جدا، لكن ما زالت غير كاملة، وهذا يسبب وما زال يسبب ضحايا وانفجارات في عدد كبير من العالم وفي لبنان تحديدا. وإذا كنت تسألين ماذا اتخذ من إجراءات بعد هذه الحادثة في لبنان، أقول لك لا شيء، لا شيء حقيقة، لا شيء، لأن هناك عدة يعني مسائل أثارت القلق بعد هذه الحادثة، وجود مواد كيميائية يعني قابلة للانفجار، وجود مخاطر عديدة في عدة أماكن، لكن يعني ما زال المستوى الذي تعاملت به السلطات مع هذه الحادثة متدني نسبيا، يعني لم يصل إلى المستوى المطلوب للحفاظ على حياة اللبنانيين. في لبنان يوجد هناك مشكلة كبيرة داخل الدولة اللبنانية، أنت تعلمين الوضع السياسي القائم. نعم. لذلك نحن بلا رئيس منذ سنتين، الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، أزمة اقتصادية تعصف بالبلد، لاجئون من سوريا، من العراق، من فلسطين، هناك مشاكل عديدة في الحقيقة. ولذلك يعني الإجراءات الأمنية، نعم رغم كل الجهود الذي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن ما زال هناك ثغرات، ولو لم تكن هناك ثغرة لما حصل هذا الانفجار. وأنا أعود لأقول أن نعم في الحقيقة يعني حتى الآن التحقيق لم يكشف كيف تم هذا الانفجار، هل كان بسبب الإهمال أم كان بسبب وجود مواد متفجرة في العنبر رقم 12، أم حدث الانفجار بواسطة صاروخ أطلق من مسيرة وتدخل خارجي، أم كان هناك عملية تخريب يعني عملاء على الأرض قاموا بتنفيذ هذه العملية. حتى الآن لم يصل التحقيق إلى هذه النتيجة، وبالتالي ذهب التحقيق في منحى آخر، يعني أدخل القاضي العدلي نفسه في مشكلة مع بعض الوزراء والنواب، يعني حاول التركيز على المسؤولية التقصيرية لهؤلاء. أنا لا أقول أنه ليس له حق، يعني هو طبعا من واجبه أن يقوم بالإدعاء على كل من ثبت أنه مقصرا أو يشتبه بأنه كان مقصرا، لكن التركيز الأساسي كان يجب أن يكون بداية حول كشف حقيقة ما جرى. وهذا كما ذكرت يعني كان يحتاج إلى تحقيق دولي، إلى مساعدة دولية. قدمت روسيا مشكورة بعض صور الأقمار الصناعية، لكن هذه الصور لم تحدث فرقا كبيرا، يعني لم تتمكن الأجهزة الأمنية اللبنانية من تحقيق سبب الحادث، لم توصل هذه الصور إلى نتيجة حاسمة. ما زال حتى الآن هناك شك حول أسباب هذا الحادث، كيف حدث هذا الانفجار. طبعا انا لدي تصور، يعني هل ترى بانه كل هذا التقصير او حتى يعني التاخير في اظهار نتائج التحقيقات ومتابعتها على النحو الصحيح، هل هذا مقصود ام انه يعني هو مجرد يعني تاخير له علاقه بالوضع العام للبنان وبعض التفاصيل الخاصه بطبيعه الحال؟ يعني بالجزء الأكبر هو عمل مقصود. أنا لا أعتقد أن هناك نية حقيقية لدى المسؤولين في لبنان لكشف هذه حقيقة ما جرى. طبعا هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المسؤولين في الدولة اللبنانية، ليس فقط على عاتق القضاء، بل على عاتق أيضا من يعيق الوصول إلى النتائج المرجوة ويعيق التحقيق ويضع عراقيل أمام المحقق العدلي. لكن أيضا هناك أسباب أيضا كما ذكرت لك يعني تقنية ربما منعت المحقق العدلي أو لم تسمح له بأن يكتشف حقيقة ما جرى، إضافة إلى أمر آخر، يعني هناك نقطة أيضا مهمة، التحقيقات حتى الآن ما زالت سرية، لم يتم الكشف عنها. يعني هناك معلومات طبعا موجودة لدى المحقق العدلي، هي معلومات سرية لم يكشف عنها،
لم يتم الكشف عن بشكل كامل عن كل التحقيقات، لكن كل المؤشرات تدل على أن حتى الآن لا يوجد يعني نتيجة حاسمة بأن هذا الانفجار حصل بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وبالتالي تم تقاذف المسؤولية. وكما ذكرت لك يعني حاول البعض استغلال هذا الأمر في السياسة، وحاول البعض استهداف حزب الله من خلال عملية الانفجار وتحميله مسؤولية الفوضى في لبنان ومسؤولية ما حدث من هذا الانفجار. وأنا ذكرت في اليوم التالي يعني لذلك الانفجار منذ 4 سنوات في مقابلة على شاشة التلفزيون اللبناني الرسمية تحليلا عسكريا ومنطقيا، وأن هذا الانفجار نتج عن نترات الأمونيوم. إذن أحلل هذا يعني حللت هذا الأمر بشكل مفصل بمنطق عسكري. إذن أود أن أشكرك، كنت معنا من بيروت الأستاذ أكرم سراوي الخبير في الشؤون العسكرية، شكرا مرة أخرى على كل هذه التفاصيل.